السلام عليكم المشاهدين والمشاهدات ديال الشهيوات فريدة من نوعها. انا اليوم جيتكم بواحد الفيديو جديد، المهم شهيوة جديدة نتمنى تعجبكم ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انتم كتشاهدوا هذا الفيديو نتمنى تكونوا في صحة جيدة وفي احسن حال يا ربي. المهم ان شاء الله باذن الله اليوم غندير معكم واحد الشهيوة عاوتاني بالقشاوش ديال الدجاج. غنبدا معكم بسم الله على بركة الله. هادو هما القشاشات ديالنا ديال الدجاج، كذوك العناق اللي كيبقاو من الدجاج والقوينصا والكبدة والعنيقات والجنيوحات. المهم تنعطيهم تيتوصلو مزيان بالحامض، تنرقدهم مزيان في الحامض وداكشي، وتنخليهم المهم تنعزلهم بوحدهم. غادي نطيبهم ان شاء الله بنجيمات. هانتوما كتشوفوا المشاهدين ديالي والمشاهدات ديالي، النجيمات عندي هاد النجيمات الصفرين كيجيو زوينين وفنين، هاد الصفرين وصافي. شنو غنحتاج فيهم ان شاء الله؟ غنحتاج باش نطيبهم، غادي نحتاج هنايا عندي بصله قطعتها هكا مشلطتها، وعندي واحد جوج دروسه ديال الثومه حمراء، وقزبر ومعدنوس. صافي خديت الكوكوط ديالي بسم الله على بركة الله. كي تشوفوا المشاهدين ديالي والمشاهدات المتتبعين ديالي والمتتبعات، الله يخليكم ليا، كتخلوا ليا تعاليق زوينين وكتدعموني، الله ييسر لكم الامور. غنبدا بسم الله على بركة الله، غناخد كي قلنا هاد القشيشة ديال الدجاج بسم الله على بركة الله، راه كيجيو فنانين ما نعاودش لكم، كيجيو شهوة منهم كيجي غزالي يعني بهذه الطريقه، ما غاديش تبقاو يعني كاين اللي غيديرهم باللحم كاين اللي غيديرهم بلادان كل واحد كيفاش، ولكن هذه الطريقه كتجي زوينه يعني. وهادو ديال الدجاج دوك القشيشات ديال الدجاج كنعزلوهم، اللهم نطيبوا بهم بحال هكا بسم الله على بركه الله. غندير الثومه، المهم هادشي غنخلطو الثومه والبصله صافي، القزبر والمعدنوس هادشي غنديرو مره. غادي ندير زويتة العود بسم الله على بركة الله، غناخدو زويتة العود. المهم راه كتعرفو الدجاج كيمشي مع زويتة العود بسم الله على بركة الله. المهم عيننا ميزاننا، اللي ما عندو زيت العود غيدير زيت الرومية ماشي مشكل، الزيت البلدية حنا تنقولو زيت العود، حتى اللي يقولها الزيت البلدية، والزيت الأخرى تنقولها زيت الرومية، إوا كلها وكيفاش. المهم دابا غندوز نديرو يتشحر تقلى. المهم انا شعلت عليه النار كيتشحر مع ديك البصيله وديك القزبر والمعدنوس والثومه، وغادي نجيبو العطريه. غنجيبو العطريه، انا عندي هنا البزار، درت انا البزار الابيض، عندي الملحه على حسب الذوق، عندي سكينجبير، عندي الخرقوم، هذا الخرقوم مطحون بسم الله على بركه الله. غادي ندوز ندير واحد شويه قضويمه اللي عنده الزعفران الحار، يعني ما نكرهوش ندير الزعفران الحار، ولكن ندير الزعفران الحار تيكون غالي حتى شي واحد ما غادي يكون عنده الزعفران قليل. المهم كاينين الناس اللي عندهم الزعفران الحار، الزعفران الحار كيجي زوين مع الدجاج وبلا الدجاج، كيجي في اللحم يجي في كلشي. غندير واحد شويه من هذا قضويمه الزعفران، ما غاديش نديرها كلها بسم الله، غندير النص ديالها على حسب ديك النسمه ديالها واللون. صافي المشاهدين ديالي غنبدا المعلقه ديالي كنشحر في الدجاج حتى يتشحر مزيان، يعني يتشحر يبان لي صافي يتشحر مزيان، يدخل مع هاد العطريه مزيان، راه واحد الريحه غزاله تبارك الله. كتعرفوا الدجاج يعني السر ديالو هو الحامض، يتقصب الحامض مزيان، الملحه والحامض يترقد فيهم، الملحه كتحيد ليه دوك اللعاب اللي فيه وكتنقيه، والحامض كنرقدو انا في الحامض. صافي انا من الحامض كنهزو نديرو في الثلاجه، كنسقطرو في الشبكه كنديرو في البلاستيكات كنديرو في الثلاجه صافي كيبقى، ومن بعد كيبقى يعطي واحد الريحه ملي كيطيب ما نعاودش ليكم. المهم راكم عارفين تبارك الله كلشي طباخات ماهرات المغربيات اللهم بارك، ولا كلشي المغربيات التونسيات المصريات كلهم النساء بالعالم كامل تبارك الله معروفين بالطياب ومعروفين بالنقاء. المهم غنخليه كيتشحر وعلين ما يتشحر مزيان ونرجع معكم. انا رجعت معكم خوتي خواتاتي المشاهدين والمشاهدات ديالي. المهم ها المريقه بدات كتقعد، مع ضروري نقصوا على داك الجنيوحات، نقصوا عليهم النار شويه باش يدخل معاهم الطياب، واخا الرومي راه كيبغي يطير. المهم انا درت فيه واحد شويه كي كتلمى وخليته نتوما تبارك الله تشوفوا الدغيميره بدات كتقعد والدجاج
ندخلوا الطياب. طلع منه واحد الريحه ما نعاودش لكم شهوه منها. كتشوفوا خوتي وخواتاتي عندي هنايا مطيشه مركزه، طماطم مركزه، عندي واحد فلفله حاره، وغادي ناخذ هاد لاصوص ديال المطيشه. جات معلقه كبيره ديال المطيشه، بسم الله، صافي غنحركها هكا. وعندي الماء غليان، ديك الفلفله غير حق اختياريه، انا تعجبني الحار وليداتي تعجبهم الحار. غادي نجيب الماء هنايا غليان، بسم الله على بركه الله. غادي ندير القياس فاش غادي يطيبوا لي النجيمات. غير يغلى داك الماء شويه، هو الشكل تشوفوا بدا كيغلى، غادي نسد عليه. المهم ها نتوما المشاهدين ديالي والمشاهدات ديالي، خديت هنايا النجيمات كي قلت لكم، نقيتهم مزيان. المهم هاد الصفرين كيجيو زوينين، راه كاينين اللي تيكونوا بيضين ولكن هاد الصفرين تيكونوا حسين. انا تنقول مول الحانوت عطيني النجيمات اللي تيكونوا صفرين. المهم تنقيهم مزيان، ما تكونش فيهم شي حاجه، تكون فيهم بحال هكا شي حاجه كحله ولا هذا. المهم من بعد يغلى داك الماء غرميهم. صافي المشاهدين والمشاهدات ديالي خليكم معايا. ها انتما خوتي وخواتاتي، من بعد بدا كيغلى، بسم الله على بركه الله. صافي غادي المهم حتى بالنسبه للمبتدئات، انا المهم بغيت نشارك معكم هاد الشهيوه. المهم حتى بالنسبه للمبتدئات، المهم الغدا بحال دابا الوليدات باركين من المدرسه، عزيز عليهم هادشي والله. الا ديروا للوليدات هادشي راه كيحمقوا عليه، ما تقولش ليا شي وحده وليداتها ما غيبغوش ليها لي بات ولا يبغوا لها بحال هادشي. هاد الوليدات الصغار انا تنعرفهم تيحمقوا على هادشي، وبالخصوص بحال الوليدات اللي ما تياكلوش الكبيده، اللي تياكلوا الكبيده ديروا عليهم بهاد الطريقه ديال الدجاج ومع الجني وحاتو داكشي، راه ملي طيطيب داكشي كيجي غزال غزال. صافي المشاهدين والمشاهدات ديالي غنخليوه بحال هكا، غنقص عليه. المهم الدجاج راه طاب، المهم دوك القشيوشات كي كيقولوا راه طابو. المهم غادي نزيد مليحه، دابا بقى ليا غادي نذوق الملح وغادي نزيد مليحه. صافي غادي نقص عليه، من بعد ان شاء الله يطيب. خليكم معايا ما تشوفين. المهم خوتي وخواتاتي المشاهدين والمشاهدات ديالي، انا رجعت معكم من بعد طابت لي النجيمات. انتم نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا الطريقه ديالو كيفاش جا. انتم تبارك الله جا مقعد. المهم خليته يشرب واحد شويه، ضروري يشرب واحد شويه باش يجي مقعد، وان شاء الله انا غنحطه ونشارك معكم. بسم الله على بركه الله. نجيب التبصيل ديالي فاش غادي نحط، بسم الله، وغادي نحطو غادي نصبو هاد الفليفله هي الاولى نديروها عند جنب، بسم الله. كتخليو يشرب شويه، يشربوا شويه، كنطفيو عليهم ونخليهم يشربوا شويه باش ما عقادو كيجيو زوينين. هاد الفلفله كنديروها على جنب باش تبان لينا. صافي ودابا نديروها الفوق. شوفوا كي تشوف صافي انتما كي تشوفوا كي جات الطبيصيل، كي جات الغديوه ديالنا. انا تشهيتها في الغدا ودرتها للوليدات، دابا باركين من المدرسه ومعينا من المرقه، قلنا غنبقاو ديما المرقه. المهم الانسان ينوع، مره مرقه مره عدس مره لوبيا، ودابا تشهيت هادو عندي دوك القشيوشات ديال الدجاج، وقلت علاش لا نجربهم، راه كيجيو فنين. المهم تجربوهم، واللي عجبو الطبق ديالي ما ينسانيش من لايك والاشتراك، وفعلوا لي الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. وشكرا دعموا لي قناتي فضلا وليس امرا، مح عليكم.